هو الموضوع ابتدى بان انا كنت بعمل جرافيتي، وبعدين لما اتكلمت مع هيرفي فقلنا نجمع ناس تشتغل مع بعض تحت ثيم، ومش بالضرورة كلهم يبقوا رسامين جرافيتي. يعني هيرفي شغال كونسلتنت في شركات استثمارية، وهو مهتم بالأرض وعايش في مصر. واتقابلنا واتفقنا ان احنا ما نخليش الموضوع مبني على شخص واحد، او نخليه مبني على مجموعة. يعني هو كان السيم اللي هو برين دامج، فكان يعني احنا او اول ما قلنا ان احنا في بروجكت عايزين نعمله، فخالد اقترح الفكره دي علشان يبقى الباب مفتوح، يعني يبقى السيم واسع، يعني يبقى كل واحد يسرح بدماغه بخياله. خالد كلمنا واتجمعنا وجبنا المكان الاستوديو في وسط البلد، وبدأنا اشتغلنا على طول. يعني احنا كنا بنقول لأي فنان عايز يشارك، يعني كان عندنا استعداد ان المكان يبقى فيه اكتر كم ممكن من الفنانين، لو حتى كل واحد يعمل لوحة ويمشي، بس يبقى جرب ان هو يشتغل وسط مجموعة كل واحد باك جراوند بتاعته مختلفة وبيشتغل براحته. كان ده برضو هدف تاني من اهداف الاستوديو، ان الناس تبص على خبرات بعض وتشوفها. This one, nobody.